الرهان غير قانوني في المملكة العربية السعودية. تفرض الحكومة عقوبات صارمة على أولئك الذين تثبت إدانتهم بالمقامرة، مع الغرامات والسجن هي أكثر أشكال العقوبة شيوعاً. مؤسسة النقد العربي السعودي سوم هي الهيئة التنظيمية المسؤولة عن إنفاذ القوانين المتعلقة بالمقامرة. على الرغم من الحظر القانوني، تنتشر المراهنات السرية في المملكة العربية السعودية. يشارك الناس في أنشطة المقامرة مثل ألعاب الورق والمراهنات الرياضية والمراهنة على سباقات الهجن، والتي تحظى بشعبية في الشرق الأوسط. غالباً ما تكون هذه الهياكل مخفية وعملياتها غير مرئية للجمهور، ومع ذلك يمكن أن تؤدي المشاركة في مثل هذه الأنشطة إلى عواقب وخيمة على أولئك الذين يتم ضبطهم وهم يلعبون. في المملكة العربية السعودية تعتبر كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية للمراهنة عليها، حيث يتابع الملايين من المشجعين اللعبة محلياً ودولياً. تشمل الرياضات الشعبية الأخرى التي يمكن المراهنة عليها في المملكة العربية السعودية التنس وكرة السلة والكريكيت وسباق الخيل. واحد اذهب إلى بت بلس بس وابحث عن موقع مراهنة حسن السمعة. اثنان نقطة التسجيل للحصول على حساب على موقع المراهنة حسن السمعة. ثلاثا تقم بإيداع الأموال في حسابك باستخدام الطريقة التي يوفرها الموقع. أربعا تتصفح الأحداث أو المسابقات الرياضية المتاحة واختر ما تريد المراهنة عليه. خمسا اختر نوع الرهان الذي تريده والمبلغ الذي تريد المراهنة به. ستا اختر نوع الرهان الذي تريده والمبلغ الذي تريد المراهنة به. سبعا اختر نوع الرهان الذي تريده والمبلغ الذي تريد المراهنة به. عند البحث عن أفضل مواقع المراهنة، هناك أكثر من 20 شيئاً يجب أن تفكر فيها. في بيت بلس أس تم وضع كل هذه المعايير في الاعتبار لكل موقع. انتقل إلى الرابط أدناه وابحث عن أفضل واحد.